جميع الموقوفين الذين تم اعتقالهم على هذا الفيروس. الله أكبر! الله أكبر! تحسين الظروف المعيشية للمواطن وتوفير متطلبات الحياة اليومية بما يكفل العيش الكريم للمواطن الليبي. ثلاثة، مكافحة الفساد وملاحقة كل الفاسدين الذين أهدروا المال العام وتقديمهم للعدالة وتقديم أدلة ملموسة على ذلك فورا. أربعة، سرعة الاستفتاء على الدستور وإنهاء جميع الأجسام المواسية السياسية منها والعسكرية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. خمسة، إخراج جميع القوات الأجنبية المتواجدة في ليبيا فورا. وتوجيه رسالة لكل الدول التي تدعم الحرب والقتال في ليبيا بعدم التدخل في الشأن الليبي. الله أكبر! ستة، إعادة إنتاج النفط وإعادة تصديره وملاحقة كل المتسببين في قفله وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.